الرحمن موكلي. عبد الرحمن الموكلي هذا الأحمر الملك الذي يعتبر رمزا من رموز الموجة الثانية من أدباء منطقة جيزان. عبد الرحمن الموكلي تعرفت عليه في العام 1987 صدفة وعن طريق الأستاذ محمد زايد للمعي عندما كنت في نادي جدة الأدبي، فقال لي أن هناك شابا جميلا يقرأ الكتب ويذهب إلى القاهرة اسمه عبد الرحمن الموكلي، لماذا لا تذهبون إليه أمما وبيننا وبين القرية لا تبعد أكثر من 15 كيلومتر. اتجهنا أنا والدكتور محمد حبيبي والرواية اليمن أحمد الزين وعلي الحازمي إلى عبد الرحمن موكلي في الطبية، فرحونا بالشاب يتعاطى مع الثقافة والفكر الجديد. وجدناه في المقهى حيث المهمشين والكادحين وساهمي الشاحنات، وكان لمعة الرحمن يريد أن يوجه رسالة خفية ويقول أن المخطط هو هذا الصوت، صوت الناس البسطاء ضميرهم الجمعي. امتدت بنا المعرفة وامتدت اللقاءات، كنا نذهب إلى منزله نقرأ نصوصا ونتعاطى معها نقديا، نجرب أدواتنا على كل المستويات. كنا مجموعة من الشباب تلك الفترة المهتمين بالشأن الثقافي، أنا شاعر علي الحازمي، دكتور محمد حبيبي، الروائي اليمني أحمد الزين، ومجموعة كبيرة كنا نذهب إليه، وكانوا يأتون إلينا حتى من خارج المنطقة. عبد الرحمن وكان في تلك الفترة وهو يقرأ الكتب المهمة حيث ما يسافر يأتي بها إلينا من المغرب من القاهرة. كنت أجد في مكتبته عبد الله العروي، محمد ربون، حسن حنفي، غرامسي، كثير من أصحاب الفكر المادي الجدلي بالتوجهات الواقعية الملتزمة. عجبت بهذا الرجل واستمرت العلاقة الحميمة بيننا أصدقاء قبل أن نكون نتعاطى فعل الكتابة. بعد ذلك استمرت هذه العلاقة إلى مدى بعيد، وتعاطى عبد الرحمن مع الفعل الثقافي الخلاق. كان منزله مأوى لكثير من زوار المنطقة المثقفين. بعد ذلك جاء الخميسية، خميسية الموكلي، هذه التي استقطبت كثير من الأسماء على مستوى المملكة، معجب الزهراني، سعيد السريحي، كثير من الأسماء، عبد الله السيخان، ولعل آخرهم الراحل محمد الثبيتي صاحب التضاريس. الليلة في هذا العرس ونحن نكرم عبد الرحمن موكلي، إنما نكرم رجلا مهما من رجالات المنطقة الذين مدوا أذرعهم لرفض الشباب والعلو بهم نحو آفاق المعرفة الخلاقة. تحية لنادي جيزان بهذه الخطوة الجريئة التي تقدم بها لتكريم رجالات المنطقة من الجيل الثاني أو الموجة الثانية. ستكون الجلسة قراءة نقدية للدكتور مصطفى حسنين، ثم بعد ذلك سيقدم عبد الرحمن شهادة شعرية أو كما يريد أن يتحدث، وبعد ذلك نترك فرصة للمداخلات للجمهور ومحبي. تحية لكم. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. وبعد أيها الكرام، لا يسعني إلا أن أشكر نادي جيزان الأدبي على هذه الدعوة الكريمة التي شرفتني بها بأن أقرأ أعمال مبدع حقيقي من مبدعي هذه المنطقة الثرية بموروثها وبثقافتها وبشعرها وبأدبها. والحقيقة يصعب على المرء أن يتناول تجربة الشاعر عبد الرحمن موكلي في محطات سريعة أو لمحات كثافة، فكثافة الرؤية الشعرية التي حاول ارتيادها في مجموعاته الشعرية شهدت تحولات في تقديمها.
تكويناتها الأسلوبية والجمالية عبر محطات متنوعة. ولعله يسهم في صعوبة هذه الإقبال النقدية على شاره كثافة الدوائر الشعرية التي يستخدمها وهي مدلولاتها الجمالية التي يحتمل بعضها سبب من نموها في بعض الأحيان تنوع التفسير والتأمل. وحسب هذه الإطلاق أن تطالع تجربة الشاعر عبر محاولة رسم صورة عامة لمرتكزاتها في الصياغة والتعبير، وكما نلوذ هنا بنظرة عين الطائر الذي يرسم التضاريس العامة دون أن يتعمق في التفاصيل الجزئية داخل كل مجموعة. لعله مما يسبق الحديث عن تجربة عبد الرحمن مبلي أن جزء كبير من صعوبة تناول النقد لهذا النوع من الشعر يعود إلى ثقافة الشاعر التي تظهر مرات كثيرة على طول التاريخ. ثقافة مبلي جعلت الشاعر يقرأ موروثه الشعري بعين معاصرة ويجعل لنفسه ذائقة شعرية مبهجة. أصدر عبد الرحمن مبلي 4 مجموعات شعرية هي من ريالات الدم والزين سنة 1995 عن دار الشرقية، ويبدو أن هذه الطبعة لم تغر له لكثرة الأخطاء الطباعية التي كانت موجودة بها، فأصدرها مرة ثانية سنة 2002، وله ديوان آخر هو لما بدا وفاطمة، وصدر سنة 2002 عن دار أزمنة الأردن، وله ديوان ثالث هو يخفف ثقة الروح، وقد صدر عطار هو ببيروت سنة 2008. وجمع هذه الدواوين الثلاث في ديوان واحد هو أحمر مول، وصار عن دار الرقة سنة 2012، وهو نفس العام الذي أصدر فيه ديوانه الرابع والأخير لا حد لي عن دار جداول في الكويت. هذه مجمل التجربة الشعرية لعبد الرحمن مبلي على مستوى الإبداع. وبداية ينبغي أن نؤكد أن ما نصطلح عليه في هذه الجلسة عن التجربة الشعرية لعبد الرحمن مبلي لا يعني بأي حال من الأحوال ذلك المعنى المدرسي الشائع عن قهوة بسيطة أو التلخيص النثريني لهرمونيا، وإنما نعني به تلك الخطوط العامة التي شكلت الخطاب الشعري المنجز الذي بين أيدينا من كيف تعامله مع اللغة ومستويات التعبير المختلفة. والحقيقة أنه من الممكن أن نطالع بعض الثوابت الأسلوبية في شعرية عبد الرحمن مبلي قبل أن نطير في الفضاء نحدث على هذه الأعمال المتنوعة ونرصد بعض التحولات الأسلوبية والجمالية البينية بين هذه المجموعات. ألحظ أولا أن عبد الرحمن مبلي على مستوى البنية الإيقاعية هو شاعر يراهن على كسر البنية الإيقاعية المتوقعة من القارئ، ويراهن دائما على المزج بين أنظمة وزنية مختلفة تجوب أحيانا لكي تنتظم ثم يخطر إدة الإيقاع فيها في بعض دواوينه خاصة الأخيرة ليشارك عتبة النثر الأدبي أو قصيدة النثر بمعنى آخر. لذلك تبدأ أعماله الشعرية بداية فيها ضجيج اللغة الإيقاعية العالية، وهذا لا يعني استثمارا لأهمية الإيقاعية العربية المتوارثة، وإنما تحويل وإعادة إنتاج ما في ثوب مختلف وبلغة مختلفة عما عينه. ويصل خطوط الإيقاع مع آخر دواوينه ليصل إلى درجة من محاولة الحد من نغمات اللغة الإيقاعية وطنطنتها العالية وضجيجها العالي، ومحاولة تحييد الإيقاع كبنية سابقة على التلقي ليصبح المفهوم الشعري أو الرمزي هو محور الاهتمام للقارئ قبل الإيقاع الذي يكون هذا النص. وعلى مستوى الأبنية التركيبية لدى عبد الرحمن مبلي فإنه يعتمد على حزمة أسلوبية متنوعة في بلورة نص الشعر،
أول هذه الحزمة الجهادية أنه يعتمد اعتمادا كبيرا جدا على خلخلة الأسنان الشعري أو ما يقال عليه في الشعريات البنيوية عدم الملائمة بين أطراف الأسنان، سواء كان هذا الأسنان أسنانا خبريا أو أسنانا يقوم على الأسنان. لذلك تراعى عند الجملة الخبرية جملة لا بد أن تكون مجهودا جيدا في فهم المضامين والتناقضات الدلالية بين مكوناتها، وهو يلعب على تقنية السؤال والفراغ داخل بنية هذه الدواوين، خاصة الديوان الثاني الذي اعتمد فيه بشكل واضح على مساحات الفراغ بين النص، واعتمد فيه أيضا على أسلوب السؤال الذي يشارك حتى الاستفهام الوجودي أكثر من المعنى اللازم للاستفهام الذي يمكن أن نعرفه في بلاغتنا العربية العربية. المكون الثالث لشعرية عبد الرحمن مجلي هو مكون يقوم على برمجة النص الشعري على بناء سردي، قد يظهر هذا البناء السردي واضح متبلور في ذهن المتلقي، وقد يكون هذا البناء السردي متضمنا داخل النص ويحتاج الى درجه عاليه من القراءه الواعيه الخالصه له. المستوى الرابع الذي يعتمد عليه عبد الرحمن مجلي في شعريته هو التداخل المحسوب والواعي بين الكلمه الفصيحه والكلمه الشعبيه التي تكتنز بموروث منطقه جازان وتاخذ من شعريه هذا الموروث أسمى معانيها وأسمى طاقاتها اللغوية المتنوعة. لذلك يصعب على الذي يتلقى هذا الشعر أن يكون بعيدا عن هذا الموروث الحضري وهذه الأهازيج والأناشيد والموروث الشعبي الكبير الذي يعتمد عليه في بنيته الشعرية. ولذلك هو يخط خطا واحدا أو خطا لديه كثير من الشعراء أو بعض الشعراء في جازان ينتهجون هذا المنهج، ولكن في الحقيقة لديه هذه السمة الأسلوبية عالية جدا ويوظفها بمهارة كبيرة جدا. هذه هي اللمحة السريعة عن المرتكزات الأولى لشعر عبد الرحمن المجلي أو البنيات الأساسية التي يعتمد عليها. فماذا عن التضاريس العامة التي يسكن فيها ماء شعره داخل مجموعاته الشعرية؟ إنه لنا الطريف في هذا السياق أن الشاعر حينما أعاد في بعض أعماله الثلاثة الأولى في ديوانه أعمل مول لم يلتزم الترتيب التاريخي وإنما عكس الترتيب التاريخي، فبدأ بآخر ديوان كتبه ثم بعد ذلك الديوان الثاني ثم الديوان الثالث. وعلى المنطق اذا لم تكن هذه يعني من فوائد قانون النشر فان هذا يعطي مضمونا او ملمحا شهريا يدل على ان الشاعر يعي تماما ان القارئ عليه ان يقف منذ البدايه على ما دعيت اليه وعلى التجربه الشعريه ثم يقف وفقا في التاريخ. وهذه نظره فيها بعض الفلسفه في كتابة الدواوين الشعرية، ربما يكون هو واحد من السباقين في هذا المنطق في ترتيب نصوصه الشعرية أو أعماله الفنية. لكن على النقد أن يعدل عن هذه الطريقة في الأداء لكي يوضح كيف تطورت هذه التجربة على مستوى التاريخ. ديوانه من خيالات الدم لأبي زيد نستطيع أن نجد في هذا النص أنه يتميز بمطروحية جيدة، إذ نلحظ وجود مرتكزات تعبيرية توضح قدرا غير يسير من الرقص عبر الاستثمار الواعي لحياة القناص مع السيرة الشعبية لأبي زيد الهلالي وتكوين نموذج شعري من جيل الشاعر ويبث همومه الراهنة فيقطع لنا المسافة الذهبية عبر القناص بين الماضي والحاضر عبر راهنية الواقع ومفارقة البطل الشعبي في الزمن الحاضر. ولعل هذه المفارقة هي مفارقة الشاعر المبدأ بشكل عام والشاعر المعاصر بشكل خاص. لذلك نراه يحاول الهلالي بنوع من التوجع وحس الفجيعه قائلا: يا ابا زيد وقد بلغتني خيبه الطير وانت من ابصر خلف الدم دم يا
يغلق فيه الدين فم الكتاب. إن ترى منذ شق من قبل لنا فالبول فقلبنا على عينيك عظما عظما أو فقلبنا على عينيك عظما عظما من بابل إلى عدن وما قطفت أناملنا السلام. تشكل هذه القصيدة الواقع بدرجة من المواربة الشعرية فتكشف عن الدماء التي تسيل في راهنية حدث خاص موزعة إياه على الطريق في العربية من بابل إلى عدن، لكنها في أسن شفيف تتعجب من مدة السلام التي لم تثمر بعد على تلك الأرض. وتأتي هذه الشفرات محمولة عبر قصة أبي زيد المستقبلي لواقع القبيلة وما هو الآن من حيث رؤياه الواقع. إن جزءا من هذه الشفافية في هذه القصيدة والروايات أيضا يعود إلى آلية التطفيل بين خطابين، خطاب الراهن وخطاب الرواية، عبر أسلوب أقرب إلى المرايا العاكسة للصور. وبرهان ذلك أننا إذا تقدمنا مع هذه القصيدة نراه يضفر صوته الشعري بنموذج التنزيه عبر المناجاة الحوارية معه، طالبا منه أن يكون دليله في الدوائر ليعاود روايته مرة أخرى، ولكن ليلحم العظام التي انتثرت. سأسير في مدن الرواية تسبقني وتسير على ريح ملكا تطوي نجما وتبسط نجما، فأعني حتى تتراوح زبدة روحي وألحم عظما في عظم، فأنا أخوك فلا تشرك بي الهيئة. ومثل هذا الحوار مع التراث ورموزه في مطولة خيالاء الدم لأبي زيد نراه أيضا في مطولة أخرى في قصيدة لامرئ القيس الخطيئة ولي منه نار، ويعني صوره فيها عبر الارتكاز على عملية الحوار الثقافي والنصي مع حوار الشعري. ونلحظ الحوار الثقافي بداية من عنوان القصيدة التي تعبر عن نوع من المبادلة والتحليل الذاتي، إذ يصبح هناك نوع من المبادلة والإلقاء فتضر لامرئ القيس فكارة الإبداع الأول في اشتراح الشعر أو خطيئته الأولى في فض الرموز وتلوين القول بتخيلات الجسارة والفخور. ولكن للشاعر المعاصر تلك الخطوط التي قطها في رماد الشعر على وقع بقيادة زمام خيله نحو أوائل أخرى للقصيدة. وتظهر هذه الحوارية الدالة على مفارقة الإنسان الشعري وتوليد خطاب جديد في مقطع ذات من هذه المطولة يقول فيه: يمرئ القيس ستضحك مني النساء إذا ما صبغت البراءة في كأسهن، واستقرت الرياح الواقصة من فوقهن، أبلغهن قبول الحكاية عناد الكوارث أم أتصيد صيف الجياد من الماء؟ ألا كم بلغنا الدخول على زبد قاتل وحومل على النهر، أسمر النيران في جبل وألمزه لتكتمل الرواية، أم أصطفي من سانحات الطير أبصرها لتصطدم الفروج؟ المقتبس السابق يعبر عن اشتباك عميق مع شفرات الموروث الشعري، جاعلا من الشاعر المبدع في مواجهة مع الشفرات الشعرية السابقة عليه. فتعديل شفرات النموذج الشبقي وتحويله لعالم من البراءة واستمطار ريح جديدة لن يقبل أو لن يقابل سوى السخرية. وهنا على الشاعر إما أن يقود الرموز القديمة لأضلالها أو يبحث عن منابتها ومنابع صناعتها من مرابطها الأولى، وتتوالد الأسئلة اتباعا لتعبر عن هذه الاختيارات الموزعة بين الثبات والحرب، بين الجسارة والانكماش، بين تأكيد الرواية القديمة وبين التخليق في وبين التقليد والتحليل في فضاءات جديدة تبصر الآتي وتخبره. الإجراءات خطوط التلاحق مع الموروث الشعري التراثي ونماذج الملامح الشعبية يتقطع الديوان مع تداخلات مع لغة المحلية ليستثمر محلياتها اليومية في تنوع فضاءات لغة القصيدة ومدها بطاقات دلالية جديدة. ففي قصيدة الحرف 2 نراه يعمل بأسلوبة شعبية من هزيج الأصوات في جاسان ليوشي بها قصيدته عبر صوت الفتاة التي تغني لمواسم الأصوات قائلة: يرمى أبي للذي قاعد ورا بيتنا يبني شوية لبن أو قرص من قشطة. طبعا أنا مش هقراها مثل الجزميين لأن أنا يعني أحارب فقط، يعني أعطي نموذج. الديوان الآخر وهو لما متى وافق
شعبي سوف يتوسع فيها الرحمن به ويعني به عمالة واضحة ليقيم النصوص عبر جدلية شعرية مركبة من التداخل المحسوب بين اللغة الجنوبية واللغة الوسطى عبر دخول مفرداتها بشكل واضح في نسيج النص وجعلها إحدى مرتكزاته في تكوين الجملة الشعرية. والتداخل الآخر يتمثل في حضور الذات الشعرية لتكون شعاعا يطل بها الشعر على أجزاء من السيرة والحياة لتتقاطع بشكل عميق مع مرايا الآخر أو الشخصيات الحميمة التي تعبر عن نماذج إنسانية تحمل دلالات خاصة عند الشعر. وتعطي هذه التداخلات لنصوص المجموعة شفافية شعرية أكثر من الديوانسة وتمنحه قدرة على التواصل عبر محاور دلالية يمكن برمجة المعطيات البسيطة عبرها. وبعض الجمل التي تمنح للنص ضعفا مرجعيا بإشاراتها المنفتحة على عالم الواقع الموارد الذي يشد بدرجات معقولة عن أجزاء من أبعاد المعنى والسين والقصيدة. تقدم لنا قصيدة الفيض مثلا المداهية صديقي على علي المعذب هذا التداخل بين اللغة الفصحى والمفردة الشعبية لتوليد مرآة عاكسة للتداخل الحميم بين الجانب والشعب. عوافي يا علي لك عوافي منذ متى تتفكر بالبدر تجنح إذا عجبته الأساطير من الروح يرد إلى نهاية القصيدة. تلتقط ايضا هذه الاساطير عمليه الضبط الشعري وتدليل الحال والغلاء والخيال الذي يتهادى كفيض يتنزل من برجه راويا وبذلك يجعل اللغه العاديه اداه لصياغه خصوصيه التجربه الشعريه وتكوين متخيلها الذي يموس بين الشعر والاسطوري مؤكدا على تجليات الابداع. ويظهر هذا اللمح بوضوح في قصيدته الملاك التي يمزج فيها بين الاسطوري والشعر بمرحله شعريه فيقول فيها ويوم دخلت المدينة أكتم في القلب قتلي إن حنيت على هاكسي بالرداء إذ أروق وأخذ أسأل الناس خلي خاتم ضاع منه بس أكاد فأعينون العلامة نسيت العلامة. يقدم مفتتح القصيدة تعلقا بين الشعر ومحوياته عبر رمزية البحث عن الخاتم ذات الرقم الشعري الذي تعبر بالبحث عن البطولة والحب والمكانة والشرف ويتلازم البحث عن الخاتم بالبحث عن النصف او الصيف الطاهر بين محميات التاريخ ومدونته. وفي بهذا البحث يظل منتظرا علامات الولاده الجديده. وينتقل في المقطع الثاني من القصيده من الشعر الى الاسطوره ليربط البحث عن الخاتم الخلي والنصف الضائعان باساطير العرب عن النجوم الكثير في الفارغ. يشهد الله اني نصبت الثريا في مهلتي سهيلا على الفم فما زاد الهم الا ارتباطا تقول السلامه. يكمل الاداء الاسطوري قصه البطل الشعبي فتكون الاساطير الخاصه بالنجوم اماما يستهدي بها وعلامات تنير العيون فتتداخل اسطوره الثريا مع اسطوره سهيل ليعبران معا عن البحث عن جوهره المستحيل او بحث العاشق عن مشرفته النجمه القاربه عبر الاختيار على الموت بالوهم. عشيق وعاشقه خيارهما ام اختيار بالوهم على ألا من يهدني حسام. إضافة إلى البناية وتطوير الأسطوري والشعر في داخل مصر لتكوين نسيج انقلابي متماسك يتسع ديوان لما مات وفاطمة لحركة تكوين الرمز الكلي الذي يمثل خيطا تكوينيا لعدد من النصوص. فرمز فاطمة يأخذ دورا إداريا تكوينيا في عدد من قصائد الديوان ليستوعب كموجات إدارية متنوعة تعتمد فيها دلالات الأنثى المثال والإبداع والقيمة في آل واحد. يقول في مفتتح قصيدة البيت التي هي القصيدة من متصدر الديوان أيتها الحبيبة المستظنة أما جاء في البيت عاش الفتى يسود خلقته فالسماوات السبع والأرض يستقيم على ذلك فلماذا أشاش فتكتب من عدد أنت أدرى بمن زاد يحشره في البيت حق الرضا فإن ضبط فاسكبي على الظن ظن. من الواضح تجلي الحبيبه بصوره ابداعيه تعبر عن هاجس الكتابه التي يصعب تسويرها بحدود نيابيه. فمنابر الابداع تمتد لفضاءات رحبه دنيويه وقدسيه ومظهر الشعر يتنزل مع اول عتاب للحبيبه المبتدئه. لكنه لن يظهره الا بعد طول تامل يحشره في الدار حتى وصوله الى درجه من الرضا ليعلن عن ولياخذ طريقه بينهم.
إلى جوار وإلى جوار صناعة الرمز البريد نلحظ في مصاب المرايا العاكسة لتشير أن هذه الإنسانية يتأمل فيها المعنى الإنساني العميق بقيمة الإبداع، وتعد القصيدة المعتادة الروائية السورية ليلى الجهني نموذجا دائما في هذا السياق، يقول فيها: ها أنت لي قسمت لي عما بقى مثل فكيف بعد كاتبا. وكأنه يتخذ من عوالمها الروائية قصد التلميح برواياتها الشهيرة الجاهلية أفقا لتكوين صورة جانبية لها تتبدى فيها قادرة على توزيع ثقل الهم الكلوي وقضاياه. أما ديوانه يخفف ثقل الروح، ولا يوجد ما يخفف ثقل الروح إلا الأنثى والشعر. يمثل هذا الديوان منعطف مهم من التحولات الشعرية على صعد متنوع، ففي هذا الديوان نلحظ مع مجموعة واسعة من الأسماء والرموز، إضافة إلى تكوين جملة شعرية لا تخلق فيها حدة ملائمة التعبير بين الطرافي، ولا تصل إلى حد التجليد المنفرد، بل تستقيم تراكيبه الشعرية بعيداً عن ظاهرة العزف والقطع المتعمد التي اعتمد عليها بشكل جليل في الروايتين الأول والثاني. وقد ساعد هذا الاختيار التركيبي لبناء الجملة الشعرية لتكوين نص شعري متماسك صوريا مبدئيا، وكأن للمتخيل الذي يلفظ وكأن للمتخيل الذي يفرض نفسه على اغلب القصائد دورا مكانيا معينا على النص، ووفر له ايضا هذا التكوين النص القائم على القصائد القصيره جدا سيناريو منضبط للقصيده وبنيتها الرمزيه. ولعل الملمح الظاهر في هذا الديوان يبدو في التفاف الوعي الشعري حول نفسه، متدثرا في اغلب النصوص بالمتخيل الابداعي ووهج الانثى المصطفى على نار الشعر لتخفف ثقله، ويتضافر هذا الخط مع الجوانب التعبيريه الداله على تامل تجربه الحياه واعاده شعرنا فيها، بل اعاده شعرنا الهويه الذاتيه نفسها. ولعل قصيده انا بعنوان الدال وعلامه الاستفهام التي تتبع الضمير واحده من القصائد التي يتامل فيها عبد الرحمن مبهج الهويه والشعر فيها. يقول: أنا عبد الرحمن أكحل والعيون منار، أبي بالكاد أعلم، جدي نسيت ما أمي تضاريس المدن، وطن على الكتاب أنا استاذن، سأسلك من طريق الروح ما يوفى، عسى عند مجرى العشق ألقى الغرباء، أنتهي بتخيل الأعراف بتخيل الأعراف، فيا قلبي تمام غزلان الفتوح غزلان الفتوح تقاطر الثوران يحملان السدرات الهداف. تحمل هذه القصيده احالات عن الهويه الشخصيه للشاعر، وتعبر بصفاء تعبيري شفيع عن محنه اليتم صديقه، ولكنه لا يقف عند اعتاب هذا السير ليعيد انتاجه، بل يقدم تكثيفا مثاليا لمعطياته لينبسط في تعليمه بتضاريس الكتابه، ويسلك طريقا تهديه فيه روح الشعر نحو هؤلاء الغرباء الذين انفرط عدتهم ليعاود كتابتهم مره اخرى شعريا. واما ديوان الاخير لا حد لي، فهذا الديوان يعبر عن ميل لتكثيف اللغه الشعريه في النقاط البدائيه المنوحه والدخول الى ابعاد تجريبيه تعتمد على جانب كبير على دوائر شعريه مركبه لا تتبين معانيها بصوره مباشره، وانما تعطي لمتلقي انطباع ما عن تجربة المشارك وحدود الإشراق بمعناه العام. ويعزز من هذا البناء الشعري ميل قصائد هذا الديوان إلى القصة، بل يتخذ من القصيدة قصيدة جدا فضاء لا يتمدد بالتركيب، وإنما يتمدد بالدلالة الرمزية المبتنزة بالمعاني تعبر عن رؤى شديدة التنوع. ويمكن معاينة ذلك أو هذه الحساسية الإشراقية في القصيدة والقصداء، يقول فيها: دون وقت القصيدة بالريح تسري الى اين على جنبيك تتلألأ لام الجلال والهاء من عين، قلت اليك حيث الخيال غاد ورائع، قبلما اتمنى القصيده في عرشها اتمنى سلام، انا محراب قلبي ليس محراب قلبي ليس بالبال حلم نبي، لكن والله من القلوب التي رحبت وحب من الغيب احب من الغيب واقصد دبت القصيدة، وكأنها تذكرنا بأفق بعيد بمقامات النفاذ وإجابات، فتضع من البداية قدما في بنية الإشراق، وتأتي القدم الثانية بالتعرض
قيادة الوظيفية عند العرب. وعلى صعيد آخر يظهر الإشراف على إلهام المخاطر وعدم تعيينه في النص، ولكن هذا المغير عن النص قراءة إشراف المعنى الشعري وتنفذه في قلب الشارع دون أي ادعاء برؤية أوسع من التخيل الشعري، بل يظهر هذا المعنى الإشرافي يعبو عن المستحيل، بل هو أحب إليه من هذه الرؤية التي تتزع فوق أفضل الشارع. لقد حاولت في هذه المداخلة أو هذه القراءة أو الإطلاق أن أقف وقوف الطالب أحلق من بعيد، لكن الارتقاء أو الاضطراب لعالم عبد الرحمن المغني يحتاج إلى دراسات مختلفة ورؤى متنوعة وتعمق أكثر، وأرجو أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة، وشكرا جزيلا لكم على استماعكم. شكرا جزيلا للدكتور مصطفى حسنين هذه القراءة المهمة والنابلة التي استقصت جميع دواوين عبد الرحمن الموكلي في أدوات الناضجة، نشكره عليها كل الشكر. الآن الميكروفون للمكرم الأستاذ عبد الرحمن الموكلي يقول كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الله مساءكم جميعا بكل خير، ومرحبا بكم ضيوفا على نادي جازان الأدبي، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. أشكر الدكتور محمد حسنين على قراءته، وإن كنت والله تفاجأت أنا هذه الأشياء كلها ما تدري في عندي، لكن أشكره جزيل الشكر. وهذه الليلة ثاني الصباح شخص من الأصدقاء اللي رؤيتها حول التدريب، قلت الحمد لله انا بعد ترى روحين الغالب في حياتنا ان الناس بعد ما تفهم يكرمونهم، فهذه نعمه فضل من الله سبحانه وتعالى وحضورهم هذا يجلس هذا التدريب. اشكر نادي جازان الادبي رئيس ادارته واللجان التي شرفتني بهذا الحضور. طبعا لا عندي ما عندي شيء اقول عن حياتي، ما اعتقد فيها شيء ممكن يفيد احد، بس انا يعني رجل اول حتى اللي سنتين او ثلاث سنوات في اليوم انا اكلم صديق احمد ابو نغد رجعت من زارع حراد وفتحت البير وجالس طماطيس جالس حط طماطيس وبامية ومانجا وارى سألوا في القسم النسائي يقول الطماطيس، تركنا الشعر ونحن الطماطيس والبامية. أقول تركنا الشعر ونحن الطماطيس والبامية. أنا طبعا تحدث الأخ إبراهيم عن تجربة اللقاءات. ما كانت متى بدأت أكتب الشعر؟ لا أعرف، على أني بدأت من خلال مجلة المعهد العلمي الصبية ومشاركات في معسكر جامعة الإمام، كان ممكن أكون أنا أحد المشايخ وأحد الفقهاء، لكن الله سبحانه وتعالى والأقدار حولتني أن أكون بينهم. كان عندي مشاركات في المعسكرات التي كانت تقام مثلا على قيمة جامعة الإمام، أنا طالب أنا خرجت من معهد العلم الصبية، يعني غير شخص غير متفوق دراسيا هذه الحقيقة، لكن في الأمور الأنشطة والأمور الثقافية يعني وكنت أختار وكنت أشارك فيها، يعني هذه بداية التجربة وامتدت الكتابة إلى عبر إصدار دواوين أمسيات. كما قلت لكم ما أدري ما هو والله بالضبط عن التجربة، فإذا كان واحد عنده سؤال أو عنده والله ما أدري إذا كان عنده أحد من الأسئلة أو شيء. أنا أشكر لكم وأشكر لجميع و
عبد الرحمن. هناك مرحلة مهمة في حياة عبد الرحمن الأدبية لم يتطرق إليها، هي مرحلة أصوات الإمامة، عندما كانت مجلة الإمامة تصدر كل حلقة مهمة اسمها أصوات في منتصف الثمانينات. كان عبد الرحمن موقري ربما الوحيد في المنطقة الذي كان يكتب في هذه المجلة مع جيل مهم شكل منعطفة مهمة في المسيرة الشعرية في البلد، منهم من الأستاذ أحمد الملا، بدري البسر، ليلى الجهني، هاشم الجحدري، إبراهيم الحسين، حسن السبعة، أسماء كثيرة كانت في منتصف الثمانينات تكتنف الكتابة الجديدة. سأدع فرصة للمعلقين وللأسئلة، وليتفضل الأستاذ عمرو العامري يلقى كلمتي. مساء الخير. مساء الخير للسيدات والأستاذ. يا ريت السيدات تحققوا بسطة شوية. ثمان صفحات. هاي صفحة واحدة. سبعة. هي مداخلة، هي ليست قراءة، هي مداخلة. وأنا سبب وهل كنت هذه المداخلة في أحد المداخلات الصحفية. أتذكر أني عند كتبت ذات مرة عن قراءة الرباعية عن تجربة المنكر الشافية، قلت أن تجربة المنكر الشافية تجربة متفقدة لا يشبه فيها أحد على ما قدم، وقد صنع مفردته ولغته التي تقترب كثيرا من شعراء الوفد الصوفي من شعريتهم بل ومن عوالمهم، ولكن بمسحة اتهامية تستلزم دلالات الأسماء والأمثلة. وعلى كل فالصديق الأخ عبد الرحمن وقارن جيد في التراث الصوفي، ومشبع أيضا في الوجد الصوفي الذي كان سائدا في المنطقة من خلال مزاراتها ومقاماتها وأجوائها المسكونة بالحب. والتصوف في المقام الأول هو حالة حب قبل أن يفتك به يقول التجريد الديني الذي أفرغ الأشياء من معناها الروحي والوجداني نحو شكلانية الأداء. ولهذا يحتمي ويرتقي الموكلي بالمفردة المعبأة بتلك الدلالات والشطحات والتي تنحو أحيانا نحو الغموض الذي يباعد أو يجاب تجربة المنكري عن دائرة العام. أتذكر أني كنت في إحدى رحلات وكان معي ديوان المنكري ومع صديق، فشافني وأنا أقرأ في ديوان المنكري ومستمتع، فبالله يشهد ديوان ديوان المنكري، فقرأ له من أول ثلاث من ثاني ثلاث، وفي النهاية بوم هذا شعر. فالمنكري لا يتماهى مع الطائع العادي لأنه دائما غباءته معبأة بالغموض، الغموض الذي هو يحتمي به عمدا أو دون عمد. كما قلنا فإن المنتلي يعني هو يتماهى ويسمى بالشعر كمنتج جمالي يمنح اللغة أصالة أن تكون أداة أدائية على رأي بوتيكو، والذي يرى أن مهمة الشعر تكمن في حيازة أبعاد اللغة والحفاظ على عمقها واتساعها ورحابتها. ذلك أن الخط الأول المحتف بثقافتنا الحالية يكمن في قصر اللغة على بعدات من أدوات التواصل اليومي أو الاجتماعي. يقول المنكري فمثلاً في قصائد المنكري ليس الماء هو الماء، ولا السماء هي السماء، ولا العشب هي العشب، ولا حتى النساء هو النساء. من يبصر يعمى وتحسس بالكف حمى المغمى، لا بد لك من لغة حتى تخلو بملكوت الماء، ماء على ماء تضيء إلى إن أمسسه إذا انكب من الحزة أغمر فيه يجيء التيه أهدي أهدى من فمتى حاقت الجسدين الحقوق
أما كيف الأطباء هي تلقى بلغنا الغموض، أنا سبحان الله ما هي الغموض. ما يميز تجربة المنكر هو الاختصار في اللغة، فهو لا يشعر كثيرا بحجم المفردات، ولهذا تأتي قصائده قصيرة ومكثفة دون الحاجة إلى قصائد طويلة ومنحاز بما يسمى الشطحة أو الرمضة الشعرية. جاء أحد من عناوين القصائد تدارات عميقة، حيث العناوين هي ما يقودنا أحيانا إلى موضوع الكلام. أيضا وأنا هنا أحاول أن أختصر، يتميز عبد الرحمن باستخدام المفرد التهامية كما قال الأستاذ محمد حسنين ذات الحضور المكانية، حيث لا تستخدم بعض المفردات إلا هنا. هذه المفردة تختزن الكثير من المعنى، كما أنه يصعب على من هو من خارج فضاء الإهامة أو من هو من خارج فضاء المنطقة الوصول إلى قلب المعنى، فهو مثلا في قوله ياسين ياسين أو فيان أو كن، وكذلك عاين، كلمة عاين لا يعني ليس عاين بمعنى العون، ولكن هو من يفقد الجهات الأربعة. كلما خط قلت أنا عاين، أي أنا أضعت الجهات الأربعة. وكذلك انفردت تجاه ويا غفر الله وغنم الشيطان التي تعني السراب وعوافي وفروحي والمفردات كثيرة، وهي مفردات اتهامية لا يعرفها ولا يصل إلى معناها، قد يفهم معناها اللغوي لكنها معبأة بدلالة فضائية ومكانية لا يعرفها إلا أبناء الإهامة أو أبناء المنطقة تحديدا كما قال الأستاذ محمد حسنين. وبعد إن أبا عوف كما يحكي المثبيه أن يسموه شاعر مسؤول بهاجس الرؤية، الرؤية التي تسكن الجوابير التي تغرد في خبوث الفصيحة بحزنها وجلالها، وهو دائما يحن إلى زمن لم يعد، زمن يأخذ فيه الحنين إلى صوت أمه تطرق بالغائبين، إلى زمن كان يعامل المحتاج والغريب كضيوف من ضيوف الله. والكلام لعبد الرحمن، شكرا لكم. شكرا جزيلا للرواني عمرو العامري. يتفضل الروائي الاستاذ احمد دوحي اذا كانت لديه كلمه. حسبك الله يا شيخ. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا لمجلس إدارة نادي يزال الأدبي، شكرا لهذا الحضور الجميل في يوم جميل. تفاجأت فعلا بالصديق إبراهيم يدعوني للحديث عن تجربة لصديق آخر، صديق قريب من القلب. السائل والرواية هو مجموعة من الأكناس الأدبية، شعر، أساطير، تاريخ، سياسة، الدين. المرحلة التي عرفت فيها عبد الرحمن موكلي كانت مرحلة شعرية حينما كنت أكتب القصة القصيرة مرحلة الثمانينات، وكانت مرحلة كنت أقرب فيها إلى رجل القرية أو ابن القرية، كنت أكتب القصة القصيرة ولم أكن قد أصبحت ضخما ممتليا كما ترون، لأن الرواية هي بنت المدينة، وكنت قد طلقت القرية وحال بيني وبينها زمنا طويلا. في تلك المرحلة المبكرة من حياتي قبل 26 سنة أو أكثر، كان حينها أمسية أدبية لشاعرنا الكبير الأستاذ محمد الثبيتي رحمه الله ومحمد زايد الألمعي في أولى فعاليات
شهادتي لعبد الرحمن موكلي. إبراهيم ذكر كثير، إبراهيم ذولي، من الملامح الأولى التي يمكن أن تتشكل في الذاكرة عن عبد الرحمن. كنا صغارا في التجربة وصغارا في العمر وكبارا في الطموح، كنا بنقرا ومن سوء حظنا أو قد يكون من حسنه لم تكن قد حضرت وسائل التقنية، وكنا نقرا كتابا وكتابين وثلاثة في آن واحد. كما ذكر أيضا عمرو، ربما وأنا عندي هذا الهاجس، بالذات الهاجس الديني صراحة، يعني لمحت في عبد الرحمن الملمح الصوفي، برغم انه الظاهر غير كذا تماما يعني، لكن من الداخل قد يعني تتبين هذا في عبد الرحمن. حتى كانت أزمة الخليج فوجدتني أحتشد، أنسحق من الداخل، قررت أن أذهب إلى اليمن. أيضا اختنقت في اليمن برغم وجود أصدقاء كثر، عبد الله يعلمهم على رأسي الأستاذ المقالح، عبد الله السيخان كثر، شاعر جميل. فعدت إلى الرياض وكانت عائلتي قد غادرت الرياض، وعبد الله أيضا يعرف في تلك الفترة كنا نسكن في بيتي، كل المثقفين كنا نسكن في بيته بما فينا سليمان البريح الله يرحمه. كنت أكتب في تلك الفترة ثلاثية المكتوب، رواية ثلاثية المكتوب مرة أخرى، في امرأة فيها جميل. وجدتني آتي إلى الجيزان للبحث عن سرعة السفر، يعرف حكاية البحث عن الجذور في الرواية. كان عبد الرحمن موكلي هو عنواني. ذهبت إلى مستشفى صبية للبحث عن عبد الرحمن. استقبلني شاعر بعضكم، وليلة احنا مجتمع شعري يمكن بعضكم يعرف، مع تلواس السعيد. هذا كان العواد أول من كتب له مقدمة الأستاذ محمد حسن عواد، مقدمة الديوان. فوجدني في الطريق، قال لي انت الدويحي، قلت له انا الدويحي بس انت مين؟ للاسف ما اعرف. اخذني وقاد بي جيزان، مدن وقرى جيزان، ليشرح لي ويعلمني التضاريس والاساطير الجيزانيه. فتنني بهذا العالم. جعلني احتشد من الداخل. حتى وصلت لعبد الرحمن موكلي، وأزعم إنه من تلك الليلة حتى الآن لا يمر أسبوع بدون ما نتواصل أنا وعبد الرحمن موكلي. شكرا مرة أخرى لنادي جيزان على الدعوة الكريمة، شكرا لصبركم علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا الشاعر عبد الواسع سعيد عبد الرحمن الشعراء المهمين ساصدر ديوان معاناه جده تقريبا في العام 1400 وكتب مقدمته محمد حسن عواد، وكان هو ديوان يتيم، ديوان اسمه دوائر زمن تقريبا. ومن هذا المنبر ندعو النادي الى ان يكرمه او يعيد طباعه عمله الوحيد. ما ادري من لديه مداخله حتى الاستاذ عبد الله السيخان يتفضل شاعرنا الجميل. حوالي 16 ورقة داخل المجلة، وكان ملون بأربع ألوان في وقت كانت المجلة تلك الأيام يعني صفحات قليلة فيها ملونة. الشاهد من هذه الكلاوطين كنا نتلمس يعني تلك الأصوات الشابة اللي كانت يعني تزف مشاعرها عبر رسائلها إلى صفحات الأدب وصفحات أقلام القراء، وكنا ننبش أقلام القراء للبحث عن اسم جيد. وكنا واتمنى يعني انه ان يعمل المحررون الحاليون على هذا الامر، كنا نصحح قصائد الشعراء القادمين الجدد بانفسنا كمحررين، لانه اعرف تماما انه اي خطا مطبعي في اي قصيده ممكن ينبت الايقاع فيها. كان احد هؤلاء عبد الرحمن مؤمن، كان يرسل الينا حين خاطرة نثرية وحين قصيدة، وكان في ثلة يعني من الأصوات. يمكن عبد الرحمن كان من البداية في جيزان بس كان من مناطق أخرى. يعني الآن ألتقي بكثير من الشعراء يدينون بالحب والوفاء لتلك المرحلة، وهي مرحلة أعتقد أنه كانت هي يعني البذرة الأولى لنمو يعني لا أريد أن أقول تيار حداثة لأن لا أستخدم هذا المصطلح، أصبح مصطلح ملتبس في الواقع، لنقل الشعر الجديد، الشعر اللي سبقنا فيه الجيل محمد العلي، علي الدميني، سعد الحميدين، أحمد الصالح. فكنت أنا ومحمد الزبيدي، محمد الحربي، عبد الكريم العودة، يعني
عبد الرحمن النقي الكريم الشهم الذي لم أره في حياتي يوما غاضبا، رغم أن كل ما يحيط بنا يدعو إلى الغضب في كثير من الأحيان. الموكلي أيضا صاحب المشاعر الصادقة دون مواربة ودون يعني كأنما هو نسخة يعني محدثة من أصدقاء الوفاء في الزمن الجميل. خميسية الموكلي أعتقد أنها لا تذكر جيزان إلا تذكر خميسية الموكلي، وكان نشاطها كما تعرفون جميعا يعني في الوقت كان الأداء الثقافي في الأندية والمؤسسات الثقافية متذبذبا، فعبد الرحمن بوعي المشرق وباستشراف وبآفاق لفتح آفاق لشباب المنطقة كانت الخميسية. وأعتقد لو جلنا بنظرنا في على امتداد ربوع بلادنا لما رسخ في أذهاننا سوى ثلاث صوالين أدبية وثلاث ملتقيات خاصة كما نطلق عليها صوالين أدبية، إحداها هي الخميسية المتوكلة عبد الرحمن المتوكلة. عبد الرحمن بجهده الخاص وبمصروف وبراتبه القليل وبإمكاناته الضعيفة استطاع أن يضع للخميسية موقع مهم جدا في سياق الثقافي. لا يذكر جيزان إلا يذكر الخميسية، ولا يذكر الموكلي إلا يذكر يعني الكرم والبيت المفتوح والصدر الرحب. لا أريد أن أدخل في مديح عبد الرحمن، فهو يعني قام يشهد لها الجميع بمآثر عدة. في الشعر الأستاذ محمد اليوم أضاء كثيرا، الدكتور محمد حسنين أضاء كثيرا حول تجربة عبد الرحمن الموكلي. ويعجبني في عبد الرحمن عدم التزامه بالإيقاع في القصيدة، تجد القصيدة الإيقاع فيها عالي ثم يدخل في نثرية يفرضها يمكن مناخ القصيدة، جو القصيدة، عدم رغبته في اتساف الكلمات، عدم رغبته في أن, 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 أن يجد أحدا حشوا في قصيدته. لا أريد أن أطيل، أنا مرهق من سفري لذلك أفكاري مبعثرة. أشكر لكم استماعكم لي وشكرا لكم. شكرا جزيلا للأستاذ الشاعر عبد الله السيخان، تحدث عن مرحلة مهمة صحفية في مجلة الإمامة، هذه المجلة ذكر عبد الكريم العودة صاحب زاوية السماء الثامنة. عبد الله السيخان صحفي مهم، يحدثني عن فهد العرابي هذا عندما كان يرسل له من باريس عما يستجد من مدارس السريالية والرمزية ويكتب لهم في صفحات عدة عن كل ما يحدث في فرنسا. لقاءه الشهير مع محمد الحجي هذا الشاعر الذي يعني مثير للجدل، لقاءه الشهير مع الشاعر حسين مخالد عقب عودتها من بيروت عبد الله السيخان بمثل ما انه شاعر وصحفي مهم جدا. الكلمه للاستاذ عبد الله السيخان. قرب المذكر، هذه الجملة الشعرية لعبد الرحمن الموكلي هي قرب المذكر من المذكر، خذها على البعد الشعري وعلى البعد الإنساني. هو عبد الرحمن الموكلي متوافق إنساني كما هو شعر. قرب المذكر من المذكر هي عامية لكنها تتحول إلى فصيحة، وعندما نتحدث بالفصيحة نربطها بدلالاتها ومعانيها. تشكل شخصية عبد الرحمن الموكلي من خلال قرب المذكر من المذكر، فالمذكر في موروثنا الديني تحدث في حالة تماء، وفي المعنى في اللغة أيضا الاتكاء والقرب من بعض البعض هذه دليل على معنى آخر مختلف. ولما نصل من قرب المذكر إلى المذكر إلى روح عبد الرحمن الموكلي ذلك الإنسان الشفيق الحميدي
وكما تفضل الاستاذ عبد الله السيخان عندما تحدث عن علاقاته وصداقاته عبد الرحمن موكلي وهو يكرم في هذا المساء في نادي جيزان ويكرم كشاعر. انا اعتقد اننا عندما نكرم الشاعر هو بهذا الحضور الجميل وهذا الحضور البهيج. القصيده التي لم تكتب بعد ولم تكتب ستظل حتى ينتهي هذا الكون، لكن تظل التجارب هي حق مشروع للجميع ان يمارس ذلك الحق. عبد الرحمن موكلي تجربه شعريه لها سمتها لها بصمتها، استطاع ان يجد لغته من خلال روحه، ولذلك حتى في عناوينه لا تغيب الروح ابدا تتدفق في كل حتى عناوين النصوص. قرب المذكر من المذكر، عبد الرحمن موكلي عندما يتحدث عن هذا فهو يتحدث عن الصوفيه التي تحدث عنها الدكتور، وهو يتحدث قرب المذكر عن المذكر عن اللغه الشعبيه، يتحدث قرب المذكر عن المذكر في كل عوالم النص لدى عبد الرحمن موكلي. عبد الرحمن موكلي عندما تقرا شعره فانت يجب ان تعرف ان عبد الرحمن موكلي يكتب بتجربه قرائيه سابقه ربما امتدت الى ابعاد وابعاد من العلوم. عبد الرحمن موكلي ايها الحبيب هنيئا لك بجيزان واشكر نادي جيزان على التكريم، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا للشاعر، استغفر الله الصغير، دقائق معدوده مع الشاعر عبد الرحمن موكلي، اذا لم يكن هناك من مداخل بالطبع. دقائق معدوده عبد الرحمن موكلي يقرا فيها نصوصا من قصائده. تفضل. هنا سؤال يسال عن الحماسيه والنشاطات الثقافيه. اعتقد انه موجود في البروشور الانشطه الثقافيه التي كتبت من خلال الحماسيه. واعتقد هذا امر كافي، يعني الحديث عن الحماسيه قد يصبح ممل لو تحدثت عنها ان كذا حصل وحصل وحصل. طبعا هذه السنه وقفت بامور خاصه، يعني ارتباطات خاصة وفي في أمور الحياتية، لكن بإذن الله أننا بداية يعني في هذا العام نحن نعاود النشاط بما نقدر عليه. ما أدري هذا السؤال ليش؟ كأنه أنت مفتوح الكلام، كأنه أنت مفتوح الكلام، كلما مرت المعاني تصاب مع الشمس مرتبطا من محيا دلائله بباب السلام. كأنه أنت مفتوح الكلام، كلما مرت المعاني تصاب مع الشمس مرتبطا من محيا دلائله بباب السلام. كأنه أنت ضاحكا مستبشرا من حلول سباك جنب المقام. كأنه أنت لما وقفنا في عرفات الله محرمين والشمس غاربة والناس محشورين كأن القيامة قامت، قلت كفي بكفك روحنا قبل الظلام. كأنه أنت حين تراود امرأة تبدأ بطرق سماها ناسكا تقارب نوح الحلال في قلبي وفوح الحرام. كأنه أنت في منزل الذكريات توازي جنوبا لما راعي الهوى يغازل شام. يا ليت بيته في طريقي، يا ليت بيته في طريقي لدخلته أمشي على قدري، جنبي على سجادتي، ويدي على الأوقات، والذكرى مهادا للحريق. قل يا ليت بيته في طريقي لدخلته أحني بروقي، سأقرب المهك من المتكة عليها الليلة المشكة، إذا قالت على الله قل سبحانه
علياؤه مشراق قلبي وضباب ظلمته أسر بها عقوقي. قل وأنت تشربها مفخفة نورها يسعى على الشرفات وينعس في عروقي. ما سر هذا البيت كلما آتيه مقتدما أجد بركنه وأنشده رفيقي. أحمر مورق والمجالس من خطة بين نهرين يأخذها المد في نشوة مثلما يأخذ الليل مع العروس. أحمر مورق والمجالس من خطة بين نهرين يأخذها المد في نشوة مثلما يأخذ الليل مع العروس. أحمر مورق وأنا مورق كلنا يشبه النار في سرها غير أن المرايا توزعنا في الكؤوس. أحمر مورق والذي نادم الماء في برزخ العشق بين أقماره صوت نهتين تذاكر نرجيلة يتوقع جمر على مفرقيها نعاس نجوم على الرمل مهسهسة في بياض الضروس. أحمر مورق وسراج المساءات يحرق أرغفة النوم يلقمنا جمرها ثم يسكن من نائع عنته كالدر الدين فنهرب نحو نعاس الشياطين نحمل الروح في ورق مثلما يحمل الفاطميون قيد التصوف. نحمل الروح في ورق مثلما يحمل الفاطميون خيط التصوف. هل سنرسم لنا رئة في مدائن صادقة أم سنصنع من كلنا قهوة لمرء الكيس حين يعود إلى بيته. أحمر والمجالس كالنرد في الأرض يخرج الفجر المخلصون وخطواتهم رحلة الألف عام يصنعون القناديل من ورق النفط زوافعهم عرس للوساويس ونقوش الأهل تجبران دون أعينهم يقف السومريون وحروف التواريخ منصوبة في جرار النبيذ والصحاري ممردة بالأباريق من حمير نومهم ظل في صدف البحر فظلوا خطى قطة وبيان مظلومة يسألون الميادين عن ثبج الماء فتسألهم مؤقتا أينا يقف الآن يا صاحبي. أحمر والحمام الذي فرز العمر في ريشه يسأل الريح عن سربه ونسأله عن ديار البراءات غاب من غاب والظل يستعتب الباب والساهرون على زهرة سمروها على النجم كلوا وما بللوا شعرهم غير أني تبللت من مائهم حيث من رشاء. أحمر مورق والمجالس من حركة بين بحرين يأخذها المد في خفة مثلما يأخذ الحلم هذا الرؤوس. أحمر مورق وأنا مورق كلنا يشبه النار في سرها غير أن المرايا توزع لنا في الكؤوس. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا للدكتور محمد مصطفى حسني رئيس الشعب رقم موكلي. دقائق معدودة وتبدأ الجلسة الشعرية الأولى لا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم. كلمة لرئيس النادي تفضل. الشاعر إبراهيم زوري